كترزق والله شنو شوفها عليهم سير. كنقول لي الفرصه الوحيده اللي كترزقوا فيها. هي الفرصه الوحيده هي. هذا هو المعيشه ديالهم كيتسناو من العام لعام. من العام لعام اش كيدورو مسير كيدورو يخدمو الاخرين. ومسكين كيفاش كيتسناو انا يلاه وقفت. يلاه جيت انا يلاه جيت قدام قلوب. ما شفتش الشيفور ديالهم مسكين الشيفور. ما شفت واحد. يلاه وقفت نقول انا غوت. مساكن هذه هي كترزق والله. وهذه هي من العام لعام كيتسنى من العام لعام مسكين يخدم هذا الاخرين. انت كصاحب شنو نصيحه تقول صاحب انهم يخليو لهم الطريق باش يكونوا دايزين بحال هكا؟ خاص يخليو وراه داير مسكين جار هيك اللور كاع ديك الرباطور وخلا جار اللور كاع ما مخليه هو يعني الواحد خاصو يخلي لهم الطريق بحال هكا. كيخدموا من العام لعام. لا حول ولا قوه. حسابهم هذا. هذه مساكن كل خاصك توقفوا وتخليهم يدوزوا. تنصبروا معاهم هذه نصيحه لكاع الصاحب. شوما ودعمي شوما. الله يصبر اخويا الله يصبر فضلنا. الشيفور دابا في حاله شويه مع الصاح سياره في المستشفى وكنتمناو ليه الشفاء لان كان في غيبوبه وقع ليه كسر على مستوى الرجل ديالو وكنتمناو ليه الشفاء لان كانت اكسيدون يعني ماشي سهله كراف شويه لان باش طيح من الفوق الطريق للحافه لتحت ماشي صعيب راه الهيكل ديال هذه المقصوره اللي طاحت راه كيبين لك بان السيد راه شويه في خطر ونتمنوا ليه الشفاء وينوض في اقرب وقت لوليداته ويتشافى ويتعافى ان شاء الله وحنا كندعوا ليه بالشفاء العاجل ان شاء الله وهذا الشيء اللي كاين وحنا ما بغيناش هذا الشيء يتكرر لان الانسان ما بيدو حتى شي حاجه القدر قدر الله ما شاء فعل ولكن غنقول لك لان العطب كان في الديريكسيون ما بغى يدور السيد ما لقى ما يدور وطاح في الحافه ديريكس وهادشي اللي كاين والخير وفي المخساره والله. ولا كما قلتي بان هذا موسم فلاحي الناس كديبلاسمون راجيين من بير جديد وغاديين في اتجاه الغرب باش غادي يسترزقوا ويعوضوا العام ديالهم الفلاحي لان عندهم موسم فلاحي الموسم هو هذا الفتره ديال الحصاد واللي كي الانسان كيدخل شويه ولكن الانسان هنا هو الحد فين كاين ما غتمشي لشي بلاصه ما تقدرش تقول غنوصل ولكن الخير وفي ما خساره والله. النصيحه للسائقين فاش يصادفوا كيصادفوا الطريق شنو تقول؟ والنصيحه اللي كنقدم للسائقين انهم خاصهم يديروا الصيانه سميتو الاله الفلاحيه ديالهم تكون في احسن الظروف كما قلنا لك كانت ديريكسيون ملي تنديروا الصيانه باش نفكروا غير باش نمشيو نخدموا ولكن خاص تكون الصيانه على احسن ما يرام وكنتمناو لان الانسان كيكون زربان ولكن خاص في استعداد يكون هادشي هذه النصيحه لان الانسان ديما الصيانه باش ينجا في الحياه ديالو ويبقى لوليداته بسلام وعلى سلام. دابا مثلا بحال هذا مسكين مشى ليه العام بحال هكا. واش غادي يمشي الماكينه يمشي. الماكينه مسكين مشات على حفظ الله 10000 فريسونات وشيفورات هذا هو الربح. لحفظهم الله واليوم جموعه هذا هو الربح عاود عامل. واليوم جموعه اليوم كبير عبد الله نهار كبير عبد الله اليوم. اليوم عيد المؤمنين. اليوم عيد المؤمنين. اليوم عيد المؤمنين اصاحبي. بحال هذا توقف حتى توقف ويدوزوا هما. حيت ما شاديش طريق ديما ما شاديش طريق ديما معاك. كاين شي سوافرين كيخليهمش يدوزوا كيقولوا وحشومه وحشومه. دابا مسكين هو دير ديك اللعيبه جار راباطور جار وكاع ما غادي بيه بحال ما كوكا جار وراه او شي واحد دابا فرانه قدامه ولا شي. لا حول ولا قوه. اخويا الله وقفت دابا بالي قلت ما قديش ندوز والله ما قديش. غنبقى في بحال ما كوكا. هادو دابا مسكين هي الجيبه ديالهم ماشي طريق ثلاث رزق ولا دابا. هذا مسكين هو الوليدات وطعم ولا وليدات. هو راه اللي خدامين معاك ولا بوليدات هما بلاش. يجي مالك الزرع ويحصد لك ويعطيك ما تاكل وفي الاخر في الطريق ما تخليش يدوز. والله يدير لي فرق. امين اود عمي امين امين. الله يدير لي فرق. الله يصبر عائلتهم والله يحفظهم والله يجيهم نطلبهم الله ما تكون فيهم والو ان شاء الله. امين يا رب. نطلبهم الله ما يكونوا ناجين. امين امين امين. شوف الماكينه. مرحبا بكم مباشره من حمديه المحمدي في هذه اللحظه تكتبوا معنا انقلاب اله ديال الحصاد. الله يعوض مولاها والله يجيب لي الشفاء بعد ما انقلبت فيه في واحد المنهرج اللي كاين هنايا. بالقرب من واد المالح كيف كتابعوا معنا حاليا تم النقل ديال الاله الحصاد بعد ما انقلبات كاينه واحد الفيراج وكاينه فيه هبطه للاسف ما كاينينش حواجز كيف كتعرفوا مساكن هاد الناس هذا هو الموسم الوحيد اللي كترزقوا فيه الله والموسم ديال الحصاد كنتمناو ان هاد السيد يتعوض في هاد الاله اللي مشات لي خصوصا حنا يلا مقبلين على موسم الحصاد كيف كتابعوا معنا نتمناو ليه السلامه نتمناو ليه السلامه حاليا راه تم النقل ديالو للمستشفى بينما حاليا هذه الماكينه غادي يتم النقل ديالها بعد ما نقلبات هنا في هذه البلاصه
نتمنوا ليه السلامه، نتمنوا ليه السلامه، ونتمنوا ربي يعوضه في هذا الشيء اللي وقع ليه. وكذلك نغتنموا الفرصه باش نقول للناس انهم يردوا البال، يحاولوا ما امكن الا شافوا آلة حاسة الطريق يعطيوها الطريق، يخليوها راه عندهم غير هذا الموسم اللي كيترزقوا فيه الله. نتمنوا انه يتعود في هذا الشيء كامل، ونتمنوا ليه السلامه، نتمنوا للجميع السلامه، وكذلك اي واحد انه يرد البال، خصوصا حنا مقبلين على موسم حصاد، يعني غنبداو تصادفوا على تحصل في الطريق، غادي تصادفوا مجموعه من الاشياء. نتمنوا لهم السلامه، ونتمنوا كذلك من اي واحد يشوف الضيف انه يدعي معاه يتعوض في الشيء اللي ضاع عليه.